قالت مؤسسة ريزولوشن إن على حكومة المملكة المتحدة أن تقدم حزمة دعم كبيرة أخرى تقدر قيمتها ب200 مليار جنيه استرليني، أي 250 مليار دولار أمريكي، إذا كانت تريد حماية مليون وظيفة، حيث إن هناك تحذيرات من ارتفاع نسبة البطالة بعد نفاذ حزمة التحفيز الحالية. تتجه الأزمة الاقتصادية في لبنان للخروج عن السيطرة بوتيرة سريعة، مدفوعة بانهيار العملة الذي فتك بالشركات وأغرق الأسر في حالة من العوز، حيث فقدت الليرة اللبنانية ما يقرب من 60% من قيمتها في السوق السوداء في الشهر الماضي، مهددة بدفع الاقتصاد إلى دوامة من التضخم المفرط. هذا وترتفع أسعار المواد الغذائية بسرعة كبيرة لدرجة أن سعر كيس الخبز الذي تسيطر عليه الدولة زاد بمقدار الثلث. اقترح مصدر اللحوم في البرازيل المبادرة باختبار جميع شحنات اللحوم الذاهبة إلى الصين، وهي أكبر مستهلك للحوم البرازيلية، لإثبات أن الشحنات آمنة ولتجنب المزيد من قرارات الحظر التي اتخذتها الصين بخصوص بعض مصانع اللحوم ووحدات الدواجن في البرازيل بسبب جائحة فيروس كورونا. ووفقاً للاقتراح المقدم لوزارة الزراعة البرازيلية، فإن شركات التصدير ستكون المسؤولة عن إجراء تلك الاختبارات، وأنهم ما زالوا في انتظار رد الحكومة.